المنصة مع محمد العمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة ألف أف أم، مساكم الله بالخير، حياكم الله معانا في المنصة. برنامج المنصة حيث كرة القدم الحقيقية يأتيكم عبر أثير ألف ألف أف أم من استوديوهاتنا في الرياض يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 6 مساء لمدة ساعة، ما ورح أكون معاكم أنا محمد العمري. معي خلف الكنترول المهندس خالد القايدي. خالد يعطيك العافية. اتصالاتكم على 920-00-66-012 ورسائلكم على الواتساب 055-66-89-001. حلقتنا اليوم، واحد من الأخوان أرسل لي يقول أنت متأخر، المنتخب طلع من كأس آسيا وطارت الطيور بأرزاقها، وأنا أقول له لا، أنا ما أشوف أنه متأخر في الطرح، إحنا حبينا أنه ننتظر شوية بعد ما تهدى الأمور، بعد ما أبغى أقول تنقشع الغيمة، بعد ما يعني نشوف الصورة أكبر ونهدى بعد الخروج المؤلم، ونناقش الموضوع يعني بجميع جوانبه وبجميع مراحله الزمنية. عشان كذا كان موضوع حلقتنا اليوم المنتخب السعودي من الألف إلى الياء، نتكلم عن خروج منتخبنا من بطولة أبطال آسيا. لما نقول من الألف رح نبدأ من أول نقطة وهي استقالة رينارد. معانا في الحلقة اليوم ضيف مميز وصديق عزيز وهو جوكر. جوكر مسيك بالخير. مرحبا محمد، الصوت جدا بعيد. صوتك فعلا بعيد شوية، أنا سامعك. أي فخلينا نحاول الشباب يضبطوا الأمور. أيوة أنا أسمعك. طيب جوكر، خليني أبدأ معاك. إحنا اتفقنا أنه نتكلم وناخذ الموضوع، ناخذ خروج المنتخب على مراحل. خلينا نبدأ في المرحلة الأولى أو البداية لكل شيء، وهي مرحلة ما بعد استقالة رينارد واختيار المدرب. هل أنت ترى إنه الاتحاد السعودي لكرة القدم عملية الاختيار أخذ وقته فيها بزيادة ولا تأخر، واختيار مانشيني والمدرسة الإيطالية وشخصية مانشيني هل هو الشيء المناسب؟ طيب خلينا نحاول نشوف نحل موضوع الصوت، خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع مرة ثانية. المنصة مع محمد العمري. جئنا لكم مستمعينا الأعزاء بعد فاصل الأذان وبعد ما حلينا المشكلة التقنية. أكمل أول شيء، أرحب مرة أخرى بجوكر وأرجع أطرح عليه السؤال مرة ثانية. خلينا نتكلم عن بداية مرحلة المنتخب أو بداية كل الأحداث اللي حصلت، أنا أعتبرها من اللحظة اللي ترك فيها رينارد للمنتخب السعودي. بعد رحيل رينارد، هل فعلا الاتحاد السعودي تأخر في التعاقد مع مدرب؟ هل الموضوع فعلا كان يحتاج كل هذا الوقت؟ هل اختيار مانشيني كشخص ومدرسة هو الاختيار الصحيح؟ مرحبا محمد، اسمعني كويس؟ شوي صوتك بعيد، لكن إذا صوتي كويس واضح أنا أجاوب. نسمع السؤال. تفضل، سامعينك، تفضل. بالنسبة أول شيء رحب فيك ورحب في متابعينا برنامج المنصة. بالنسبة لمانشيني واختيار مانشيني، أول حاجة إحنا نتكلم على تأخير كان طويل من 6 شهور اختيار المدرب بعد رينارد. بالنسبة لمانشيني كمدرب، ما في شك إنه مدرب كبير، مدرب عنده تجربة، مدرب عنده خبرة كبيرة، وشوفنا إيش سوى في 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 اليورو البطولة الأخيرة. ما كان منتخب إيطاليا أبرز حل البطولة، لكن عارف يجيب البطولة لأنه عارف يخلق منظومة
عارف كيف يشتغل من هذه الناحية. المدرب على المستوى الشخصي مش متعودين الناس هنا على مدرب يكون نوعا ما يطلع يتكلم بهذه الأمور بهذه الوضوح. المدرب دائما الأمور تكون حوله ما هو هذه. لكن لما أتكلم على مدرب من ناحية عمل، أنا بالنسبة لي ما كنت أتمنى أني أشوف مدرسة تدريبية تكون إيطالية. أنا أبحث دائما بغض النظر عن المدرسة إيش هي، لكن أبحث دائما عن المدرب اللي يكون يلعب بتوازن. يعني لما نبي هاجم يعرف كيف يهاجم، في الحالة الدفاعية يعرف كيف يدافع، يخلق شخصية هجومية لفريقه ويخلق شخصية دفاعية أيضا لفريقه، فريق يكون متماسك. لكن أعرف هاجم، أعرف أطلع به زي المرحلة اللي كانت مع رونالد. أنا ما أبغى ألومه الآن على المرحلة لأنه مش هو اللي جانا على المنتخب، اللي جانا على المنتخب اللي مسيرين المنتخب اللي تأخروا كثير في أنهم يجيبوا مدرب، ومن المفترض عارفين من قبل أنهم عندهم أمم آسيا، يعني هم يدروا وعارفين هذا الموضوع كله، فتأخروا بجلب المدرب. ولكن بشكل عام أنا ما أروح لأي مدرب أبغى أنتقد وانتقاد لازم إلا فيما يخصه في عمله في الملعب. بشكل عام مشكلة الكرة السعودية في الاتحاد السعودي القائمين على 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 المنتخب والإشراف على المنتخب هم اللي عندهم المشكلة في التخطيط، ما في رؤية، ما في فكرة واضحة. يعني لو ترجع سنوات طويلة كلمة تتكرر، يعني قبل بعد كل مدرب يجي يقعد سنة سنتين يروح يجي مدرب بعده مشروع جديد مشروع جديد، أصبروا للمدرب، المدرب عنده مشروع جديد. هذه الأمور ما تحصلها في الدول اللي عندها عراقة في كرة القدم زي أنت مثلا في آسيا. بالنسبة للسعودية أنت عريق جدا في كرة القدم آسيوية مقارنة بكل الدول اللي أنت تلعب ضدها. ما نسمع الكلمة هذه جديدة زي في اليابان وبعض الدول. ليش السعودية دائم إنه المدرب جديد ومشروع جديد، المدرب جديد ومشروع جديد؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. لو تشوف مثلا فترة كأس العالم رونالد اشتغل مع مجموعة لمرحلة كانت جدا جيدة، خلق منظومة لعب، صار عنده لعيبة عارفين من الأساس، عارفين من البدلاء، عارفين من الدكة. لما يغيب مثلا ظهير يمين نعرف من البديل حقه، يغيب مثلا محور ارتكاز نعرف من البديل حقه، وهكذا خلق منظومة لعب. وشفناه في كأس العالم الفريق على أرضية الملعب كان له شخصية، يعني قدام الأرجنتين حتى لما خسر أمام بولندا كان واضح الفروقات بدنية واحتكاك. فجأة المنتخب هذا كله أتغير في 14 لاعب دخلوا على التشكيلة على القائمة مع رونالد. حتى التيم الأساسي اللي كان موجود قبل سنة من الآن أتغير كله، أي خطط وأي مشروع، ما في أي أفكار، مجرد أنه حل أمورك في وقتها، بس يلا عندنا بطولة جيبوا مدرب يمشي، بعدها بشوية الجمهور ينتقد، وإذا فشل نطرد ونجيب مدرب جديد ونصدر للجمهور أنه الموضوع موضوع عمل استراتيجي وأنه عندنا رؤية جديدة وفكرة جديدة للمنتخب. وهو في الحقيقة هذا الكلام كله مجرد الاتجار وفقط. يعني أنت الآن بتقول أنه يعني رقم واحد في إننا نحمل اللوم هي إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، سواء كان في عملية تأخر في التعاقد وفي عملية الاختيار أيضا. 100% 100% أنا طيب. أنا لا يمكن أنت اتحاد لعبة، أنتوا لجان عندكم قرارات أنكم تستقطبوا مدربك السابق يمشي، يقعد تقريبا 150 يوم، يعني نتكلم على 6 شهور عشان تستقطب مدرب آخر. والمشكلة السنة اللي حصل معاك هذا الأمر ما هي سنة فاضية، يعني ما نقول إنه الشهور اللي قبل تصفيات كأس العالم الأولية، أو نقول لا عندك لسه سنة سنتين قبل أمم آسيا. أنت أهم بطولة عندك أمم آسيا كبطولة اللي ممكن تجيبها، إيش تبي تلعب كأس الخليج؟ ما هي مطمع. طب جوكر خليني فأنت أقرب شيء عندك أمم آسيا، باقي لها شهور معدودة بعد خروج هيرف رينات، ليش تقعد 6 شهور عشان تختار مدرب آخر؟ طيب خليني انا على قولهم خليني انا البس طاقيه على قولهم الاتحاد السعودي واقول لك والله انه انا الوقت هذا زي ما هو صعب علي كان صعب في كره القدم اني او في السوق العالمي انه انا اتي بمدرب او الاقي مدرب ممتاز جدا اوكي واحضره بحجم اسم مانشيني واحضره لتدريب المنتخب في هذه الفتره الحرجه. ممكن الاتحاد السعودي يقول لك هذا الكلام، يقول لك الاتحاد السعودي يقول ايش؟ يقول انه انا المرحله هذه والوقت كان حرج حتى في السوق العالمي للتعاقد مع المدربين، بحيث اني انا اجيب مدرب يناسبنا من جميع الجوانب. فانا حضرت لك مدرب، المدرب هذا ما هو مدرب حي الله اسم على قولهم، لا اسم كبير. يعني ليش ما اللاعبين والجمهور
يعني على قولهم يتلائموا ويتفهموا هذا المدرب. انا ما جبت لك اسم مغمور، انا جبت اسم كبير. اذا طيب تكلم يعني حليم محمد كم سنه انت من بعد 96 اخر بطوله حقتها السعوديه في كاس اسيا انت بتسمع هذا الكلام؟ جبنا لكم مدرب اسم كبير مشروع، اصبروا، منتخب جديد، منتخب الحلم، منتخب المستقبل، الصقور الخضر، المدري كم مره سمعتها قبل كل مشاركه نفس الكلام. بعد كل اخفاق يجي مدرب ويتم تعشيم الجمهور والشارع الرياضي على اساس انه في نقله نوعيه في الكره السعوديه، والان بنبني منتخب جديد وجديد. لو الكلمه هذه اول مره تنسمع اقول لك انا معلش، هي مو مساله انك تجيب مدرب اسم كبير، المساله المدرب مناسب وغير مناسب. انا هو على المستوى التدريبي كمدرب مدرب كبير، انا ما عندي مشكله معاه. انا اتكلم على المدرسه الايطاليه مناسبه لك اول شيء ولا ما هي مناسبه؟ الافكار والاسلوب اللي بيلعب فيه مناسب لك ولا مش مناسب؟ طيب الان مانشيني فلنفرض واضح انه في صدام مع منتصف الشارع الرياضي، اذا مو اكثر من المنتصف في صدام مع الرجل، تمام، على تعامله على شخصيته على خروجه في المؤتمرات الصحفيه والست لاعبين اللي ذكر اساميهم قبل البطوله او في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه الافتتاح بيوم، وقت الله يعطيه اسمه تكلات الترجيح لما نعطى ظهره للملعب وخرج وبعدين رجع صرح تصريحين كلها فيها تناقض وغريبة. فالناس اللي ما هم حابين الرجل بسبب ميول أو غيره فصدام معه، تمام، عايش طال الزمن وقصر المدرب هذا حيمشي في أقرب منافسة شيء يخسر المدرب حتمشيه. بعدين تروح تبحث عن مدرسة أخرى وتقول أصبروا إحنا عندنا مشروع جديد وعندنا شغل جديد وهذا مدرب اسم كبير. الموضوع مو في الاسم ولا هو في أنه هذا كبير أو هذا مدرب وسط او غيره، المساله طيب. انه مدرب مناسب لك بشكل عام وانه فعلا عندك رؤيه انت بتشوفها قدام، والامر الاخر انه انت كاتحاد من يوم ما مسكت ايش اللي يعني ايش قدم؟ يعني ايش الشيء اللي سووه؟ انا ماني شايف حاجه كبيره يعني صارت، ايش النقله اللي حصلت، النقله النوعيه اللي حصلت في تاريخ في المنتخبات السعوديه من 2019؟ ايش صار؟ تقول لي وصلت لكاس عالم، المفروض انك توصل بكاس عالم طبيعي، انت واحد من كبار القاره. تقول لي بتنافس على أمم آسيا، الطبيعي أنك تكون في دور الأربعة وتشيل البطولة صحيح. لأنك أنت السعودي، فإيش عمل يعني الاتحاد الحالي؟ إيش الإنجاز اللي سواه؟ ما طيب. ماني شايف أنا مجرد في... كل مرة نفس الكلام تلاقي. طيب في سؤال عندي يا فاطمة تمسي علينا وتقول لك طبعا هي بتسأل هل مانشيني هو الحل الأنسب؟ أعتقد أنت جاوبت على السؤال هذا، لكنها تقول إنه هو مدرب يحتاج وقت، يعني من المدربين اللي يحتاجوا وقت للعمل بحيث انها تظهر نتائج عمله. وفعلا كلامه صحيح، في مدربين بصمته تظهر بسرعه وفي مدربين ياخذوا وقت. انت الان بتقول يعني مانشيني يمكن ما راح يطول، تتوقع انه مع الوقت اذا استحملنا وتحمل الجميع واخذ وقته حيعمل الفارق اللي نبحث عنه؟ لا، شوف، هو الان الرجل مدرب المنتخب. انا ما جيت قلت المفروض تتم اقالته، قلت المدرب تصوري ما راح يطول. انا هذا وجهه نظري اللي انا اشوفه، طالما انه في صدام مع الشارع الرياضي ما راح يطول، لانه اللي حاصل الان تصفيه حسابات بين جماهير الانديه حلو بدءا باعلاميينهم على حساب المنتخب، من سنوات طويله هذا الشيء بيحصل، تمام؟ فالرجل ما راح يطول، فانت حيمشي حتجيب مدرسه جديده حتقول يلا مشروع جديد. مساله وندخل في نفس الدوامه، نفس الاعلاميين ايوه ونفس الاعلاميين ونفس الدوامه مره ثانيه. أي كل ما قعد اكثر، كل ما حيطور اكثر ويتحسن المنتخب، هذا ما في شك طبيعي. ما تقدر انت تجي تلوم مدرب يا دوب لعب له 7-8 مباريات مثلا مع منتخب حلو وما حضر قبل البطوله وما لعب مباريات كافيه وما يعرف كل لعيبته وجاء في أسوأ مرحله في تاريخ الكره السعوديه للمنتخبات، لعيبته ما يلعبوا في انديتهم، ما بيشوفهم، فقط المدافعين، لعيبه الوسط ما يلعبوا، الثلث الهجومي فقط سالم، البقيه كلهم بدل، اللي بيلعب بديل ويغير البديل يجيب بديل، فهو ما عنده نظره كافيه ووافيه للعيبه عشان يعطي راي. كل ما قعد اكثر كل ما حيطور اكثر، هذا طبيعي، لكن هي المشكله كلها في العمق، ليس في عمق المشكله، ليس في المدرب. مدربين كثير جو وراحوا، كل الازمات من الاتحاد السعودي اللي ما يعرف فين متوجه وما يعرف ايش يبغى ولا عنده خطه استراتيجيه ولا اتحدى يجيك يطلع لك يقول لك ايش الخطه. خليه يتكلم عن مانشيني يقول لك احنا جايبينه بنحضر عشان يبني منتخب الحلم والكلام هذا كله. ارجع قبل 4 مواسم قبل لا يجي هيرفي ريناد نفس الكلام، ارجع قبلها المدرب السابق نفس الكلام، ارجع للي قبله نفس الكلام. انا ما اتكلم فقط على الاتحاد الحالي، اتكلم حتى اللي سبقوهم من 20 سنه الكلام نفسه مكرر. وعود للشارع الرياضي بعد سنه المدرب يمشي، ليه مشى؟ في ظروف غامضه ما انت عارف ليش مشى. هذا اللي قاعد يحصل.
سنوات قاعد تضيع، عمر قاعد يروح، وانت مكانك سر. الان الناس مبسوطين انه المنتخب السعودي على الاقل خرج من يد من 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 يد كوريا، ما خرج امام منتخب ضعيف. يا عمي انت السعودية بالضبط، وانت لك تاريخ مع كوريا 88 و8 وانت توصل الى 5 نهائيات ورا بعض، اليوم تيجي انت مبسوط عشان خرجت على يد كوريا؟ المشكلة انه انت كمنتخب لك سطوة تاريخية على كوريا، من ناحية يعني عندك ادج وسطوة تاريخية على المنتخب الكوري في المباريات من ناحية الفوز. فيعني برضو هذا شيء يمكن صعب انه إذا احيانا نقول والله نعزي نفسنا انه والله في كاس العالم فزنا على الارجنتين، أداءنا امام بولندا احنا كنا يعني مساوين لهم في القوة، كان ممكن احنا نفوز وتتغير الامور. لكن في بعض الاحيان انت يعني ما تقدر انك تبرر. انا بطلع فاصل سريع وارجع عشان اتكلم مع جوكر على الخطوة الثانية، وهي اختيارات اللاعبين واستخدامهم، استخدام مانشيني للاعبين في خلال البطولة والزوبعة اللي سواها مانشيني. خليكم على السمع في المنصة. المنصة مع محمد العمري. مع محمد العمري. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء ومكملين في المنصة في حلقتنا المنتخب السعودي من الألف إلى الياء. الربع الأول أو الجزء الأول انتهينا في حديثنا مع جوكر اللي وصلنا وتكلمنا فيه عن مانشيني واختيار المدرب كمدرب والمدرسة الإيطالية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعن أنه موضوع اختيار المدرب ما كانت المشكلة فقط في التأخير في التعاقد مع المدرب، ولكن فكرة اختيار مانشيني، اختيار المدرسة، هل هي هذه المدرسة المناسبة للمنتخب؟ لا نلوم الجمهور إذا قال والله إحنا دائما نسمع نفس الكلام ونفس الحجج من الاتحادات السعودية سواء الحالي أو السابقة، إنه إحنا بنبني وهذا المدرب ومدرب جديد اللي يبني للمستقبل. فيعني يمكن مبرر بشكل كبير الغضب اللي حاصل من قبل الإعلام والشارع الرياضي السعودي. أنا مكمل مع ضيفي جوكر وخلصنا الجزء الأول في الموضوع، دخلنا في المرحلة الثانية. مانشيني موجود، مانشيني مدربنا، تسلم قيادة الدفة. اختيارات مانشيني كلاعبين واختياراته للطريقة، والبعض يقول انه والله هذا اللي موجود امامه كمدرب كلاعبين يشاركوا، اختار الافضل وركب التوليفة الفنية واسلوب اللعب بناء على اللاعبين الموجودين امامه واللي يشاركوا في انديتهم. هل فعلا هذا الشيء اللي قام به مانشيني؟ وهل النتيجة لهذا والقرار اللي اتخذه انه يلعب بهذا الاسلوب بهذه الطريقة هو الشيء الصح مقابل اللاعبين والاختيارات الموجودة؟ والله شوف محمد، أنا ما أقدر أقول لك هذا الشيء الصح ولا أقول لك الشيء الخطأ، لكن خليني في منطقة في المنتصف. الرجل جاء في وقت ضيق جدا، مطلوب منه يروح لأمم آسيا وينافس ويحقق البطولة، بل مو ينافس، الناس تبغى بطولة، من سنوات ما شافت بطولة. فالجمهور تقول له عندك لعيبة ما عندك لعيبة، هذا مو الجمهور يقول لك روح حقق البطولة. أنا من 6 شهور من يوم بدأت النقلة النوعية هذه في العناصر اللي الآن موجودين في الدوري السعودي كمحترفين أجانب، وأنا قاعد أطرح بعض الأفكار وأتكلم وأنتقد ونحاول نوصل صوتنا. اللي قاعدين تسووه أنتوا بتصنعوا دوري قوي جدا مشاهد يمكن من الكل، لكن على حساب المنتخب، لأنه اللاعب المحلي ما يلعب بناء على العناصر اللي موجودين. أول حاجة تعال طالع لي خط دفاعك، هذول بيلعبوا، اللعيبة بيلعبوا في أنديتهم، عندك فرصة كبيرة إنك تختار. الحارس اللي صار عليه قضية ومشكلة كبيرة نواف العقيدي هو الوحيد اللي تقريبا يلعب أساسي في الدوري السعودي، الباقي كله بدلة في أنديتهم، تمام؟ الحارس الكسار قدم بطولة كبيرة جدا، فما كان عندك إشكالية من ناحية الحارس. خط الدفاع تقدر تختار، ما عندك مشكلة، في رفاهية في الاختيارات في السناتر في الظهيرة موجودين. يعني تروح لمنتصف الملعب، ما عندك لاعب واحد قادر يتحكم في ريتم، كأنه ما في لاعب في الملعب يساعد، ما في، كأنه يوم مباراة تشوفه عظيم، يوم مباراة ثانية تشوفه تحس إنه مو هذا كأنه. مو لاعب اللي يشيل وتعتمد عليه أنت. نعم. مو اللاعب اللي يشيل وتعتمد عليه أنت. نعم. كمدرب. نعم، أنت كنت تحتاج واحد زي سلمان يقدر يصعد الكورة، يقدر يربط الخطوط لما يكون الفريق مضغوط زي يوم مباراة كوريا، يقدر يمسك الكورة، يمرر باص، يستلم الكورة الأولى والثانية.
الثانية يريح المنتخب على الأقل دولي ثواني. هذا اللاعب مش موجود عندك في منتصف ملعب المنتخب. إذا المدرب ما تلومه على هذه الجزئية، تروح على ثلث الهجوم. أولا أنت موجود عندك سالم فقط كلاعب تقدر تعتمد عليه أنه هذا يصنع الفريق. سالم لعب من أسوأ 4 مباريات تقريبا أنا شفتها له في حياته متتالية كده ورا بعض في البطولة هذه، ما شفت سالم بهذا السوق قبل. مع هذا كل مباراة الوقت اللي خرج من كوريا كان غلط كبير منه. طيب مين موجود يساعد سالم في الثلث الهجوم؟ اللي موجود مثلا غريب دخل مباراة عمان أعطانا ردة فعل عظيم، بعدها ما شفنا شيء كبير منه. أنا المقصد هنا ما أبغى ألوم اللعيبة ولا أبغى ألوم المدرب ولا أبغى مثلا أبري ساحة أحد، كلهم مسؤولين. ولكن المشكلة الأكبر لما أنت محمد تجيب مدرب وتجيب له لعيبة 90% منهم بدلة في أنديتهم دكة ما يلعب، لا عندهم رتم، لا تقدر ترفع معاهم إيقاع بطولة، تلعب مباراة على مستوى عالي، تيجي المباراة اللي بعدها بثلاثة أربع أيام لعيبتك لسه ما استشفوا. وانت المفترض لما تدخل كاس اسيا مين منافسينك على اللقب؟ المفروض انت دائما تطالع في اليابان، شوف اليابان لعيبتهم معظمهم فين يلعبوا، انت تطالع في كوريا شوف كوريا لعيبتهم الاغلب فين يلعبوا، حتى ايران انت لما تطالع ايضا حتى في في في, في ايران عندهم محترفين يلعبوا في اوروبا، تطالع ايضا في استراليا شرحوا. انت اترك من انه لعيبتك يلعبوا في بطوله محليه، انت اوريدي لعيبتك ما بيلعبوا اصلا صار، فايش المطلوب منهم؟ انت حتى لما راح المدرب المعسكر حق البرتغال وعمل الـ كان عامل جمع 30 لاعب وسوى لهم اختبارات بدنية، 29 لاعب فشلوا من أصل 30 سعودي عبد الحميد اللي نجح في اجتياز الاختبار. عندك أزمة حقيقية فإنه اللعيبة ما يلعبوا. فورمة المباريات لو تتمرن مع ميسي كريستيانو وزيدان لا يمكن تجيب فورمة مباريات بالتمارين، لابد مباريات ومباريات رسمية ليس ودية. الليلة كلها لو بالنسبة لي لو ترجع تأخذ الأمور كلها من وجهة نظري، القضية الأولى الاتحاد السعودي، مشكلة كلها اللي قاعد يسير المنتخبات في السعودية، الاتحاد السعودي هو اللي عنده مشكلة من هذه الناحية. طب انت دحين ذكرت على موضوع طرقنا الموضوع الدوري ومشاركة اللاعبين، اكيد انت سمعت او شفت الفيديو اللي تكلم فيه بليتش مدرب الفتح على موضوع الدوري واختيار ولا انه يعني عدم مشاركة اللاعبين. انا عندي صعوبة في اني اسمع الدوري. طيب انا بليتش بس ما سمعت كل طيب شيء. بالنسبة مدام انت تكلمت عن موضوع اللاعبين ومشاركة اللاعبين في الدوري الآن، أكيد شفت أنت الحوار والفيديو اللي تكلم فيه بليتش عن موضوع الدوري القوي وعن أنه مشاركة اللاعبين وأن الدوري بينحصر بين 3 أو 4 أندية. أنت الآن يعني بطريقة ما وحاب أتأكد منك، هل أنت تؤكد وجهة نظر بليتش أم عندك وجهة نظر من جانب آخر للنظر يعني في طرح الموضوع هذا؟ والله حبيبي محمد الموضوع اللي أتكلم عنه بليتش تمام، أنا متكلم عنه من 6-7 شهور فترة الميركاتو الصيف تمام، بس بليتش عيونه زرقة فكلامه يترك. المهم الفكرة وصلت، ماني متفاجئ أنه يجي مدرب يتكلم يقول نفس الكلام. ترى على فكرة المعلومات اللي عندي أنا أنه المدرب لما جاء مانشيني وعرف اللي قاعد يحصل 8 محترفين أجانب، وهذه طبعا 8 محترفين أجانب الاتحاد ما له علاقة، أنا أتكلم عن الاتحاد في عمل، فأتكلم واجتمع معاهم قال لهم لابد أنكم تخلصوا عدد المحترفين لأنه لعيبتكم ما بيلعبوا، أنا لعيبتي ما يلعبوا، كيف تطلب مني إني أنا أروح أشارك في كأس آسيا وأجيب البطولة؟ فما يقدروا هم طبعًا يسووا شيء، القرار مو بيدهم. فجاءت فكرة إيش اللي هي المرونة في 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 حركة اللعيبة المحليين، إنه 25 القائمة عشان غصب عنك أنت كنادي تتخلى عن بعض اللعيبة، بعض اللاعبين ويتروح في أندية ثانية ويلعب. لكن أنا أتفق مع بليتش 100%، أنت بتصنع دوري متمحور بين 4 أندية غنية وثرية جدًا وأندية أخرى يا دوب تقدر تنافسك. يعني أنا الآن أي لاعب جيد يطلع في أي نادي من أندية الوسط أو الأندية الصغيرة راح يأخذ يا الاتحاد يا الهلال يا الأهلي يا النصر، ما تقدر تنافس. حتى نادي الشباب بين فكي هذه 4 الأندية بسبب الفوارق المالية. فأنت تبغى تبني دوري قوي وسع قاعدة التنافس، القاعدة التنافسية بين الأندية وسعها، أدعم التعاون بحيث أنه يكون عنده لعيبة جيدة، مو شرط التعاون يكون نفس لعيبة الاتحاد والنصر والأهلي والهلال، بس خلي ميزانية بدل ما تكون 60 مليون خليها تكون 160 مليون. نفس الحكاية الفتح، نفس الحكاية الوحدة، الاتفاق، هذه الأندية اللي تعتبر عملت شيء في الدوري وثابت لها سنوات طويلة. والوحدة أنت تكسب أنه مكة كلها وحدوية حتى اللي عندهم ميول أخرى بس يميلوا للوحدة عشان
من مكة تكسب بس هذا جو النادي جوكر وتكون نادي جوكر فكل ما توسعت القاعدة التنافسية من 4 إلى 6 إلى 8 كل ما إحنا كل جولة عندنا ما يقل عن 2 إلى 3 مباريات من العيار الثقيل ومباريات. بس الأهم من ذلك يا جوكر إنه أنت إذا وسعت الدعم لأندية أخرى إنه أنت تقلص، يعني يمكن يكون الحل إنه أنت تقلص عدد الأجانب، لكن إذا أنت وسعت الدعم حتروح الأندية برضو تجيب لك لاعبين محترفين أجانب، نفس الفكرة ونوقع في نفس المسألة، ويصبح يعني أنت ما أنت ما بيشارك اللاعب المحلي لا في أندية المقدمة ولا في أندية الوسط ولا في أندية المؤخرة. اي انت هنا بتتكلم على موضوع، هنا بتتكلم على موضوع فرصه اللاعب المحلي يشارك، ما بتتكلم على موضوع الدوري نفسه. انا برد على موضوع الدوري انه 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 كيف تخلق تنافس، لكن موضوع انه اللعيبه ما بيلعبوا كيف يصير عندك منتخب؟ انت مستقبلا انت مهدد، وانا قلت هذا الكلام ترى من اسبوعين او 3 أسابيع في اول مباراه للمنتخب قدام عمان. انا تكلمت في هذا الموضوع، انا تكلمت في الصيف وتكلمت ايضا مره ثانيه، كل شويه اكرر نفس الكلام وافتح مساحات اقول نفس الكلام. بالنسبه لي انا عندي 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 فكره واتمنى توصل يناقشوها، قد تكون جيد انا ما بعرف، انا اتصور انها جيد. الان لعيبتك ما بيلعبوا، انت عندك دوري وعندك كاس، يعني بطوله دوري بطوله كاس، وعندك دوري ابطال اسيا، هذه البطولات هي اللي موجوده عندك بتلعبها. طيب لكن مو كل الفرق بتشارك في اسيا، لكن كل الفرق بتشارك في الدوري. كاس الملك يظل بنفس رمزيته كاسم، كاس الملك نفس الاسم، زيد فريقين في الدوري خليها 20، اقسم الفرق الى 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 مجموعتين تمام، والعب ذهاب واياب في المجموعتين بحيث ان نضمن في 18 مباراه تتلعب خلال الموسم. خلي اللعيبه المحليين يلعبوا 7 في كل فريق، وضيف لهم 4 محترفين اجانب عشان الرتم والاحتكاك اللعيبه يستفيدوا، على شرط انه ما يكون في حارس اجنبي ولا يكون في راس حربه اجنبي، عشان هذه الخانتين مهمه جدا، تقدر تطلع حراس وتطلع مهاجمين. بعد كده يصير يصعد الاول من والثاني من هنا، الاول والثاني من هنا، ومقص، واللي تاهلوا يروحوا للنهاية عشان تاخذ طابع بطولات الكؤوس. هذه باختصار شديد انا شرحت لك هذه هذه الفكره، بحيث ان اللاعب على جاي تضمن في الموسم يوصل الى 25 مباراه قاعد يلعب. اما اللعيبه محرومين من اللعب، تجي تطالبهم بنتائج، تجيب مدرب تقول له يلا خليك منتخب، لا احنا قاعدين نضحك على انفسنا حقيقه. صحيح، حتى يعني مثال يمكن يكون بسيط شوية، لكن هنلاحظ المرحلة البدنية اللي وصلوا لها اللاعبين في مباراة كوريا، يعني وصلوا لمرحلة من الإرهاق، واضح عليهم أنهم يعني ما هم قادرين يكملوا. اللاعبين سواء اللاعبين اللي دائما مشاركين، لأنه الضغط عليهم بشكل كبير من المنتخب الكوري، يعني ممكن ميزات المنتخب الكوري انه يواصل الضغط حتى اخر لحظه، مش انه والله بيسجل اهداف في اخر لحظه، لا بيضغطك بدنيا وتكتيكيا الى اخر لحظه. وهذا الشيء لاحظناه في كثير من لاعبينا، فقدوا التركيز، اللي فقد التركيز واللي اصبح مرهق. ويعني خلينا نكون واقعيين، يعني في لحظات نقول والله الحمد لله انها وصلت لضربات الجزاء، ركلات الجزاء الترجيحيه. مستمعين الأعزاء خلوكم معانا، حنطلع فاصل بسريع ونرجع مكملين مع جوكر. المنصة مع محمد العمري. جئنا لكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم في المنصة، وبنتكلم عن المنتخب السعودي ومشاركته الماضية من الألف إلى الياء. اللي حاب يتواصل معنا عبر الواتس 055-66-89-00-01. العم هاشم حريري يقول ما توقع يمشي المدرب، راتبه عالي وشرطه الجزائي ايضا عالي. والله كل شيء ممكن يا عم هاشم، يعني ما تدري اصلا. احنا الان سمعنا اصوات يعني قبل ما تنتهي البطوله بتقول والله المدرب قاعد يسوي كل اللي حصل هذا كله علشان يقال وياخذ الشرط الجزائي. يعني احنا بنحاول نكون يعني منطقيين في طروحاتنا في النقاش الفني ونقاش العمل الإداري، لكن ماني كمان نشطح نقول إنه المدرب هذا جاي باسمه وتاريخه، وهذول مدربين وأسامي كبيرة يهمها اسمها وتاريخها سواء كان لاعب أو مدرب، عشان يجي ويأس من أول عقبة تواجهه ويسوي الحركات هذه عشان يعني يكسر العقد ويخرج من البطولة. جوكر خلال المعسكر
أوكي. اللاعبين، موضوع اللاعبين اللي ذكروا مانشيني في البداية في أول مؤتمر صحفي، بعدين موضوع تصريح إنه إحنا والله ما إحنا مرشحين، أو المرشحين هم المنتخبات الكوري والياباني والإيراني، وبعدين الحركة اللي صارت ومغادراته للملعب اللي ما في أحد يعني متقبل لا للحركة ولا لاعتذاره. يعني أنت كمدرب بتقول أنا والله ما كنت حسبت إنه المباراة منتهية، معناته إنه أنت عقلك ما هو مع المباراة. ويعني حتى تصريح الاتحاد لرئيس الاتحاد السعودي السيد ياسر المسعل يعني يمكن كان محاولة إبرة بنج أو تهدئة، لكن يعني يمكن إحنا كنا متوقعين نشوف يعني تصريح فيه شوية يعني إظهار للضيق يعني تجاه الموقف هذا يعني بشكل أكبر. شوف، في البداية موضوع السداسي وإبعادهم وخروجه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة تقريبا ب 24 ساعة أو أكثر شوي، أمر إحنا مش متعودين عليه. متعودين دائما في تكتم على أي شيء يتدخل الاتحاد السعودي أو اللجنة اللي موجودة معه أو الإداريين، هم يتعاملوا مع الأمر ويطلعوا أي سالفة يعني يقولوها، إنه أضعف الإيمان زي ما كان يصير مع محمد نور لسبب فني. تمام، جاء مدرب ما إحنا متعودين على الطريقة هذه، إنه يطلع يتكلم يقول اللي بيقول، مع انه لو ترجع سنوات الكل كان يطالب بالشفافيه. لما جاء هذا الرجل اللي اتكلم كلام بطريقه قال لك الموضوع كذا كذا بغض النظر ترى عن هو صح هو غلط، هو ما يدري في مشكله في الترجمه، كلنا ما ندري، انا عن نفسي ما ادري هل في مشكله في الترجمه، في مشكله في الترجمه، في قضيه، ما في قضيه، هل هو بعض اللعيبه المدرب اتعامل بعدم منطق واقعيه مع البعض والبعض الاخر معاه حق، في فعل اللعيبه مدانين، في لعيبه لا، هذا انا ما ادري عنه، ننتظر التحقيقات ونشوف. ولكن انا اتكلم كفكره انه يطلع مدرب في مؤتمر صحفي يتكلم، نعرف في كل العالم المدرب هو حر في هذه النواحي، هو قرر انه يطلع يتكلم. انا بالنسبه لي بعد ما طلع اتكلم قبل المباراه ب 24 ساعه ايش كان يقول الاغلب؟ كانوا يقولوا التوقيت خاطئ. طب انا جيت قلت انتم كنتوا تطلبوا بالشفافيه، لما نتكلم قلتوا التوقيت خاطئ، معناها انتم ما عندكم قاعده معينه تمشوا عليها. طيب انا ايش كان يهمني؟ المباراة الأولى بعد الحدث كانت ضد مين؟ ضد عمان. فاز ومنه المنتخب الشوط الأول، يعني لعب كورة في آخر 20 دقيقة بس في النهاية جاب المباراة. معناها اللي حصل في المؤتمر الصحفي اللي طلع أتكلم على السداسي ما أثر على المنتخب في ردة فعله داخل أرضية الملعب، هذا واحد. اثنين، صحيح. موضوع إيش كان السؤال الثاني؟ معليش فكرني. الموضوع الثاني موضوع انه والله قال احنا ما احنا مرشحين، المرشحين اليابان وكوريا وزي كذا. موضوع احنا ما احنا مرشحين تقدر تاخذه من اكثر من جهه. اول شيء انت اسال نفسك، انت قبل تدخل البطوله انت مرشح؟ ليش الناس يحبوا يضحكوا على انفسهم؟ يعني ايش الترشيح مع منتخب داخل البطوله مع مدرب جديد، داخل البطوله مع لعيبه اساسا ما يشاركوا في انديتهم، داخل البطوله في 14 لاعب انضموا على التشكيله كلهم لعيبه يعتبروا جدد، عكس اللي كانوا موجودين في كأس العالم قبل سنة من الآن. بس احنا بنقول احنا المنتخب السعودي ولينا تاريخ باليابان باستراليا، قارن نفسك مثلا بمثلا ايران، المنطق يقول هل انت المرشح الاول؟ لا. الثاني؟ لا. الثالث؟ تدخل ثالث رابع، لكن ما انت مرشح الاول. فانا بالنسبة لتصريحه هذا انا ماني شايفه قبل. تمام، موضوع خروجه وانسحابه من الملعب، لا هنا معلش، هنا انت وريتني انه انت قائد مهزوز، ما وريتني انك انت قائد حقيقي. من المفترض هو ايش طلع قال؟ قال خلاص كانت ركلة الجزاء الأخيرة والموضوع منتهي محسوم تقريبا. حلو؟ لا يا حبيبي، حتى لو مهزوم لو ركلات الترجيح هذه انتهت يا رجال 5-0، رغم انه ما في 5-0 انتهت 5-0 ركلات الترجيح. تمام، من المفترض انك انت كقائد تنزل يحيي لعيبتك وتشكرهم دام انت زي ما بتقول قاتلوا. شفت مدرب اليابان امس جوكر، مدرب اليابان، شفت امس المحاضره مدرب اليابان، المحاضره اللي اعطاها في الملعب. شوف هذا اللي اقصده انا، بغض النظر احنا في الحاره يا محمد، في الحاره ما يهرب المدرب. حتى لو تبغى انت تجيب لعيبتك تجمعهم في الملعب، تبغى تنتقدهم، تبغى تقول اللي تقول، ما تهرب، لا تجيب مبرر، ما في مبرر، هذا حروب. انت تركت مكانك الحقيقي ودورك الحقيقي كقائد وخرجت من الملعب، ما اي مورر يقوله غير مقبول. هذا اللي حصل منه في مساله انه مشى في اخر ركله ترجيح واعطى ظهره للملعب غير مقبول، حتى لو المنتخب خسر. شوف، مو انه قبل لا تتسدد، لو تسددت ركله الترجيح وخسر المنتخب وخرج من البطوله ما يشرب، ما يحرم ينزل للملعب يروح عند لعيبته ويحييهم، ما يشرب. انت كقائد
ما عجبني. عشان كده بقول لك انا تطالع في التفاصيل تحصل ان الرجل هذا ما راح يطول. موضوع انه المدرب يبغى شرطه الجزائي ما يبغى شرطه الجزائي، هذه امور اتعود عليها كثير من الجمهور بسبب الاعلاميين اللي ما لهم علاقه بالكوره اي شيء، تمام، غير انه لقى فرصه يطلع في برنامج رياضي فساروا كلمه يبحث عن الشرطه الجزائي يبحث عن الشرطه الجزائي في الانديه بتلقى راحت حتى للمنتخب، لان المنتخب للاسف مجرد تصفيه حسابات بين اغلب من الاعلاميين والجماهير. طب جوكر، في الدقائق الثلاثة اللي باقي معانا، يعني إذا أخذنا في الاعتبار كل الكلام والطرح النقاش اللي قلناه الآن في البرنامج اليوم في الحلقة، المرحلة القادمة كيف تشوفها من ناحية، إذا خلينا نفترض أنه نقول مانشيني مستمر، لأنه ترى مو غلط أنه إحنا نقول والله ممكن يمشي الرجال، ترى هي احتمالية وقائمة، لكن خلينا نقول مانشيني مستمر، كيف أنت تشوف المرحلة القادمة راح تكون؟ أنا من وجهة نظري شوف ما أبغى أحلف، ولكن لو تجيب مين اللي تجيبه؟ جيب غوارديولا وكلوب ومسكهم المنتخب بدون ما لعيبة يتحصلوا على دقائق لعب كافية ما حتروح بعيد. ما أنت رايح بعيد، ترى هي الموضوع مو موضوع يبغاله بروفيسور عشان يتكلم فيه، ترى ألف باكورة لعيبة ما يشاركوا لا تطلب منهم شيء. اللي أنا أعرفه أنه لاعب لاعبين قاعدين بدلة في أنديتهم، المدرب يثق فيهم يجيبهم يلعبهم أساسية، أوكي 70-80% من المنتخب دكة، أنسى مستقبلا سالم عمره 32 سنة، سنتين ثلاثة سالم حيقول لك شكرا، البليهي عمره 34 سنة حيقول لك شكرا. طيب حراسك أنت تتكلم فقط الاختيارات اللي موجودة، المدافعين طالع في الأندية، في مدافعين في الأهلي يلعبوا في الاتحاد في النصر في الأهلي في الشباب في كل الأندية، دائما يستعينوا على الأقل بمدافعين محليين. عندك رفاهية في اختيار المدافعين، حراس لا، لعيبة وسط لا، حز هجومي لا، فمعناها ما حتطلع لعيبة وسط يلعبوا ولا مهاجمين يلعبوا، لا أجنحة ولا رأس حرب ولا حراس، فكيف تجيب وترميه في منافسة لعيبة جاهزين على أعلى مستوى كله نافسهم؟ أنت بتضحك على نفسك وتخدع نفسك وتخدع الشارع الرياضي. الأمر الآخر، كل ما قلت الجودة وضعفت لابد يرتفع الجانب اللياقي والبدني والجانب التكتيكي. يعني الآن مثلا مع ضعف الجودة في المنتخب السعودي مقارنة بالأجيال السابقة، روح في التسعينات شوف مين مدافعينك، شوف لعيبة وسطك، شوف الثلث الهجومي، بالذات خذ الوسط والثلث الهجومي، شوف مين اللي شوف كمية الاختيارات اللي موجودة عندك، اللي في ناس ما كانت تروح المنتخب. ارجع إلين 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 2007، مين مهاجمينك؟ ياسر ومالك، شوف البدلة حقونهم مين، ناصر الشمراني مكسر الدنيا، شوف مين اللي كانوا بدلة. الآن أنت طالع بالرأس الحربة حقك، دوبك تعتمد على عبد الله رديف، لاعب شاب صغير ومستقبل كبير، والثاني عمره تقريبا 16 سنة، الولد حق طلال حاجي 16 سنة، برافو إنه موجود في المنتخب، ما يلعب في نادي عبد الله رديف، ما يلعب في نادي صالح العمري، ما يلعب في نادي، فقط فراس البريكان اللي خلاه يلعب، الصدفة اللي خلت، أو خلينا نقول ضعف وما بيعتمد عليه مانشيني. طيب حيرجع فرمينو يمسك خانته ويبدا يسجل، حيقعد في راس الدكة، ايش حتسوي؟ ما حتى مع كامل احترامي مهاجمينك هذول، هل هم المهاجمين اللي يخوفوا المدافعين؟ لا. فاذا انت لابد تروح الى جانب بدني مرتفع جدا وجانب تكتيكي مرتفع جدا. طيب الجانب البدني من فين يجي واللعيبه ما يلعبوا؟ كيف اللاعب لما يتعب تركيزه ينزل، ذهنيا ينزل، يصير فقط يضرب في الملعب، ما يقدر يسوي شيء. شفناها يوم مباراة كوريا في آخر 20 دقيقة، منتخبك مو قادر يجي، مصيبة كبيرة. الموضوع مو موضوع مدرب، جيب اللي تبغى تجيب، اللاعب ما يلعب لا تطلب منه أنه يعطيك أي شيء. تخيل لعيبة اليابان يعدوا كيف، لعيبة كوريا يعدوا كيف، شوف لعيبة أستراليا، لعيبة مثلا إيران، الناس اللي المفروض تنافسها، الناس هذول في عندهم عدد كبير من اللعيبة يلعبوا في أوروبا، خاصة اليابان وكوريا اللي الآن متفوقين. أنت لعيبتك ما يلعبوا هنا تقول لي تبى تنافس؟ لا، مع كامل احترام اللي يفكر في هذا التفكير هو ما هو فاهم شيء في كرة القدم. اللي حيصير تمشيك الأمور، تمشيك الظروف، تفوز مباراة هنا مباراة هناك، على المدى البعيد أنت ما حتروح بعيد. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، وإحنا دائما نتفائل، لكن لابد من أنه إحنا نتكلم عن المشاكل بكل شفافية بكل واقعية، وحتى الجوانب أن البعض ما يبغى يتكلم عنها لابد أنه إحنا نتكلم عنها اليوم. أتمنى أنه نكون تكلمنا عن المنتخب السعودي على قولهم 360 درجة، من الألف إلى الياء، من اختيار المدرب إلى اليوم. أتمنى أنه نكون
كنا واقعين ومنصفين لكل طرف من أطراف هذه القضية وهذا الخروج، ونتفائل بالمستقبل، ونشكر جوكر على مشاركته معنا اليوم وعلى طرحه، وإن شاء الله يعني دائما تكون معنا جوكر ونتكلم عن مواضيع مختلفة في كرة القدم السعودية بنفس الطريقة وبنفس الحماسة وبنفس المنطقية. شكرا لك يا حبيبي محمد، شكرا على المستمعين، إن شاء الله نكون قدمنا لهم شيء جيد، وأنا دائما سعيد أن أتواجد. مستمعين الأعزاء، انتظرونا غدا الساعة 6 مساء عبر أثير إذاعة ألف أف أم، ألف ألف أف أم، في برنامج المنصة. شكرا لكم لاستماعكم، شكرا للمخرجنا خالد القايدي، كنت معكم محمد العمري، تحياتي.